فين لصلاح عاشور وهدف من ركله جزاء لمحمود مزيد ونتج عن ركله الجزاء طرد للاعب رامي صبري في الدقيقه 24 من زمن الشوط الاول. محمد عبد الواحد يعمل واحده اماميه طويله على طول لكن مقطوعه من نادي ام بي، لكن في رايه وصفاره رايه من اشرف متولي المساعد الاول في هذا اللقاء وصافره من حكم اللقاء محمد حسن وضربه حره غير مباشره لنادي ام بي. لعب الكره على طول لنادي ام بي، على طول ترجع ورا مره ثانيه للخلف عند اللاعب احمد يونس لمحمد عبد المنصف اوسا بيعمل واحده اماميه، استلام من اللاعب صلاح عاشور لصالح جمعه، صالح ناحيه اليمين الشمال طويله جدا على احمد رفعت لكن ما يلحقش رفعت، تطول وتطلع خارج الملعب رامي التماس. صلاح عاشور اصبح هداف نادي امبي اللي كان بدا في امبي وانتقل لبترول اسيوط ثم نادي اتحاد الشرطه ثم عاد مره ثانيه الى نادي امبي. صلاح عاشور يغير الملعب ناحيه الشمال، كان سال عبد الرحمن مجدي وكيل صلاح عاشور اللي رايح ان شاء الله غدا لناسيونال ماديرا، قال لي ان هو اللاعب نفسه هو اللي طلب انه يلعب وما كانش فيه اي اعتراض من عبد الرحمن مجدي، لكن طبعا الاصابه وعدم الاصابه ممكن اللاعب يكون نازل على السلم ويصاب، وبالتالي كلام محترم جدا مفيش كلام، ورغبه صالح جمعه ان يلعب حتى الدقيقه الاخيره مع نادي امبي. ادي صلاح عاشور طبعا واصطدام مع عادل مصطفى وكلام يعني احترام بين الاثنين واعتذر له وقال له طبعا ما كانش يقصد، وعادل مصطفى تقبله كلام مظبوط وروح طيبه جدا جدا للاعبي الفريقين. ضربه حره تلعب على طول عبد المنصف يلمس صالح جمعه عاليه وبعيده تطول وتطلع توصل لحارس المرمى. بمناسبه طبعا صالح جمعه يمكن كان في كلام برضو على سفر عبد الله جمعه لالمانيا لاحدى الفرق الالمانيه، لاعب لسه عنده 18 سنه بقول لحضراتكم، ولكن يعني يمكن الكابتن عبد الناصر محمد المدير الكوره قال لي قبل المباراه ما فيش حاجه من دي، يعني ما فيش حاجه رسميه، ولكن يعني اللاعب نفسه كان قال ان في سفر ان شاء الله، هنشوف بقى الايام القادمه ايه، يمكن في كلام بيبقى اشبه بالتاكيد، ولكن الحاجات الرسميه بتاخد يوم او يومين، وعلى في القريب ممكن نلاقي عبد الله اخو جمعه صالح جمعه عبد الله جمعه طبعا او بالو في احدى الفرق الالمانيه، ممكن جدا وارد جدا، ممكن يكون كل ده كلام برضه وارد جدا، لكن الاكيد انه هيبقى مكسب كبير جدا لمنتخب مصر للشباب عبد الله جمعه. رمي التماس لنادي امبي من ناحيه اليمين اسامه رجب يلعب رميه التماس هتاخد على طول صلاح عاشور، يا سلام يا صالح، صالح جمعه بيلم كورت ويلعبها، يا سلام حلوه جدا، ادي احمد رفعت انفراد انفراد علامي 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 يا رفعت، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام هو ده الكلام يا رفعت، هدف ثالث لنادي امبي. التمريره رائعه رائعه، تمريره سحريه من صالح جمعه والانطلاقه من النفاسه النفاسه احمد رفعت، وهدف رائع جدا جدا لاحمد رفعت، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام هو ده الكلام، وهو ده الهدف الثالث لنادي امبي، هدف رائع جدا جدا، شوف الانطلاقه شوف الاختراق شوف التمرير شوف التسديد شوف التمريره العالميه شوف السرعه وفارق السرعه شوف الدقه في التسديد، يا سلام يا رفعت، هدف رائع جدا جدا في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 49 في الدقيقه الرابعه من زمن الشوط الثاني، هدف يعني الكثير جدا جدا في ظل النقص العددي ب10 لاعبين في ظل استغلال المساحات الخاليه، احمد رفعت الموهبه الجديده في الكره المصريه مفيش كلام بيسدد ويسجل، هدف ثالث لامبي. هنشوف بقى غزل المحل هيعمل ايه، دايما كده دايما كده، الهدف بيصحصح الهدف بيفوق سواء ليك او عليك. ادي نوح ثياب يلعب ناحيه الشمال لمحمد عبد الواحد، ضغط موجود من صالح جمعه، يا سلام يا صالح يا سلام يا صالح، انت حتى الان صالح للاستخدام مع نادي امبي، ولكن هتبقى اكسبايرد بكره ان شاء الله،
الصلاحيه هتنتهي غدا يا صالح يا جمعه، وخاصه زي ما عرفنا ان في بند بعد الاعاره 6 شهور يسمح لناسيونال ماديرا النادي البرتغالي بضم هذا اللاعب يعني بدون اي اعتراض من نادي انبي بعد دفع مبلغ معين متفق عليه طبعا، يفضل نادي انبي عدم الافصاح عنه. ادي الانطلاقه من ناحيه الشمال عند احمد رفعت المتالق، عايز يعدى وعدى عدى عدى فات سدد لكن مقطوعه على طول وتشتيت من عمرو رمضان. بقى سيطره كبيره جدا لنادي انبي في نص الملعب، صالح جمعه عايز يعدي، ضغط موجود من اسلام صيام تمام التمام يا اسلام، مقطوعه من نوح صيام مره تانية، توصل الكره على طول في الجانب الايسر عند اللاعب حسام عرفات. حسام عرفات بننتظر منه الكثير لانه عنده احسن من كده كتير، حسام عرفات عارفينه، حسام عرفات شايفينه وحافظينه. على طول انطلاقه احمد رفعت مره تانية، يلعب لصلاح عاشور يلم كورته، لو بص شمال يمينه لو بص يمينه ما بصش يمينه، ادى ظهره لصالح جمعه. كان صالح جمعه عنده مساحه شوارع وفدادين في الجانب الايمن، على طول ترجع ورا لحسام عرفات. حسام عرفات لما بينزل يستلم في نص الملعب يبقى الشكل احسن، لما انضم للقلب بقى احسن واحسن. هنشوف ونتابع بقى لما دخله فاروق جعفر في نص الملعب هنشوف هيعمل ايه بعد ما كان منضم او متطوح شويه ناحيه الشمال، بيفقد كثيرا من فعاليته. صالح جمعه نجم التمريره والتسديد والتسجيل كان من احمد رفعت، تفاهم وانسجام الاثنين صانع الاثنين من نجوم منتخب مصر الشباب. صالح جمعه كان افضل لاعب في افريقيا في بطولة افريقيا الماضية للشباب، يعني احسن لاعب في افريقيا لازم يكون عليه السبوت، لازم يكون عليه الضوء، برضو يعني نقدر نقول اتظلم شوية في عملية الانضمام للمنتخب. صالح جمعة المنتخب الاول بالطبع ما فيش كلام، يعني مطلوب دلوقتي مرحلة احلال وتجديد لمنتخب مصر، مفروض اللعيبة دي كانت تدخل وتركب مع منتخب مصر بلغة الكورة تركب بدري، عشان لما يخرج لاعب، لما يعتزل لاعب زي ابو تريكه، لما يعتزل لاعب زي يعني اكتر من لاعب طبعا زي بركات زي ابو تريكه، نلاقي البديل بسرعه يكون موجود، ما ياخدش فتره سنتين وثلاثه عشان يندمج وينسجم. لما يدخل ياخد السنتين دول وهو بيلعب كبديل او ياخد دقائق خلاص ما يحتاجش فتره طويله ان هو يبقى اللاعب رقم واحد. هي دي سياسه الاحلال والتجديد المظبوطه 100%. نفس الكلام في نادي الاهلي، هيبقى في دروب كبير جدا جدا بعد اعتزال ابو تريكه وبركات، مفيش كلام، لان اللاعب اللي بيشغل مكانهم مش موجود. يمكن في منتخب مصر موجود محمد صلاح، هيبقى ليه دور كبير جدا جدا في الفترة القادمة، لكن النادي الاهلي مش هنلاقي فيه حتى الان الا بقى لو رجع مرة تانية عبد الله السعيد لدوره القديم ويلعب في نص الملعب اللي كان بيشغله اللاعب محمد ابو تريكة، يتخلى عن مهامه الدفاعية بعض الشيء، وبالتالي ممكن نشوف عبد الله السعيد افضل وافضل، ويمكن هو اللي يشغل مكانه في المنتخب لو لعب نفس المكان. نعود لهذا اللقاء الممتع والمثير، ودي اماميه من محمد عبد الواحد تخبط الكوره في احمد رفعت وتبقى ضربه ركنيه لنادي غزل المحله، وشايف انا في لاعب كمان من غزل المحله ويستعد للنزول، اللاعب معتز محروس صاحب القدم اليسرى. يا ترى هينزل مكان مين معتز محروس؟ ادي محمود مزيد على الظهير الايسر، يمكن مخرج اللقاء حسام منصور بيقول لنا ممكن يكون هو. ادي العرضيه وادي ضربه الراس عاليه من عبد المنصف، لمسه من حمر رمضان بيريحها بشكل غريب جدا، حسام عرفات بيسدد لكن فين؟ فين يا حسام؟ تخبط الكوره وتطلع ضربه ركنيه، ونشاط ملحوظ من نادي غزل المحله في الدقائق القليله من عمر اللقاء الماضيه، وبالتالي بعد تسجيل هدف نادي انبي بدا ينشط غزل المحله، وده امر طبيعي ومنطقي جدا جدا. ضربه ركنيه تتلعب على طول داخل المنطقه، وضربه الراس فين؟ مقطوعه من حارس المرمى، السنده، التسديد عبد الواحد مقفول عليها، سلام يا شعبان، يا سلام يا شعبان، قفل عليه بالضربه والمفتاح كل زوايا التمرير والتسديد. سعد مندا عايز ياخدها على صدره لكن مقطوعه، وادي تمريره اي كلام في اي حته توصل الكره، وبيشتت طبعا بيهدف الى ابعاد الخطوره، لكن كان ممكن كمان يعمل خطوره بالتمريره. على طول مقطوعه من اسامه رجب، اسامه بيلعب واحده عشوائيه لكن تطول وتوصل الكره على طول لعبد الرحمن محي اللي بيشغل الجبهه اليمنى بعد خروج احمد غانم سلطان. طبعا معتز محروس بينتظر توقف اللقاء، سواء خروج الكره خارج اللعبه او اشاره من حكم اللقاء بمخالفه او بصافره لايقاف اللعب، لازم اللاعب ينزل
واللعب في حاله ايقاف. انطلاقه من صالح جمعه قطع وانطلق، لكن ما هيلعب لمين؟ مفيش حد خالص. شوف بقى هنا الديلي اللي بيعمله عشان الانضمام للمهاجمين. يا سلام يا سلام يا سلام يا صالح، يا سلام يا صالح، صالح صالح صالح، يا سلام. انطلق اخترق من ناحيه اليمين، لكن هنا بقى عايز اقول لحضراتكم المخزون البدني بدا، طلعت له رساله: لقد اوشك رصيدكم البدني على النفاذ في هذه الهجمه فقط. لان عمل مجهود كبير جدا في الهجمه اللي فاتت، وعمل مجهود كبير في القطعه اللي فاتت في الهجمه دي، وبالتالي انطلق واخترق. كان خلاص بقى ناقص حد، لازم حد يظهر له، لازم المسانده والمعاونه من الظهير الايمن لنادي غزل المحل، لنادي ام بي. طبعا اسامه رجب اللي قدام حضراتكم في الصوره معايا على طول، مخرج اللقاء حسام منصور على الخط اللي هيخرج دلوقتي. اسامه رجب هيخرج طبعا اللاعب نوح ثيام، وهينزل اللاعب معتز محروس. وهنا بقى انذار لصالح جمعه ملهاش اي داعي يا صالح، خلاص بقى يعني صالح جمعه اخر مباراه ليه في الدوري الممتاز، مش هتفرق كتير. وهنا بقى خروج لنوح ثيام، وينزل معتز محروس. هنشوف بقى هيلعب نفس مكان نوح ثيام، ولا هيبقى فيه تعديل تكتيكي لمعتز محروس اللي بيلعب في مركز لاعب الوسط الايسر، وبالتالي هيبقى نوح ثيام برضه لاعب وسط ايسر. ادي على طول بينيه، لمسه حلوه على حدود منطقه الجزاء، لمسه مره ثانيه، ادي معتز محروس على حدود المنطقه، يفتح على شماله، ممكن يسدد، ممكن يسدد، سدد لكن تخبط على طول وترتد من يونس، توصل ناحيه الشمال. ادي محمود بزيد يفتح زاويه التمرير ويعمل عرضيه داخل المنطقه، لكن سابق سنه عادل مصطفى، وادي التسديده هوبا يا ولد يا ولد يا ولد، ده عملها بيمينه، ده مين ده؟ عبد الواحد، ده عبد الواحد عملها بيمينه، ومتعودين عليه اشول صرف، ما بيلعبش غير شماله فقط، لكن تألق وإجادة يستحق الإشادة. حارس المرمى أوسى محمد عبد المنصف طلع كرة بالعكسية في منتهى الإبداع من المقص الأيسر في مرمى نادي إم بي. انطلاق واختراق من ناحية الشمال، لكن عرقلة وإعاقة ومخالفة مصحوبة بالبطاقة لعمرو رمضان، وإنذار وكترة الإنذارات، كترة الإنذارات، وبالتالي لما تصفر ممكن جدا تحمر. هنشوف بقى ونتابع الكارت هيتلون ولا ايه اللي هيحصل. كان في انطلاقه للاعب احمد رفعت في هادي عبد الناصر محمد مدير الكوره، وادي المجتهد والنشيط طبعا الاداري كابتن عادل زكي المدير الاداري. ضربه حره تتلعب على طول لصلاح عاشور، صلاح عاشور اللي وجد صعوبة كبيرة جدا بعد خروج ديفونيه واصبح وحيدا. صلاح عاشور بينطلق من ناحية الشمال، طبعا بيدور هنا بقى على رفعت، رفعت لسه كان بيتعالج ولسه مستني الاذن بالنزول، لسه نازل دلوقتي رفعت، عشان كده ما كانش منطلق من ناحية الشمال. ادي محمد حلمي مدير الفني لنادي امبي، وفي لاعب واقع من نادي غزل المحلة اتمنى له السلامة طبعا، اعتقد ده عبد الرحمن محي، فعلا هو عبد الرحمن محي، يبدو ان في كدمة في صدره كده، كورة خبطت في صدره بتعمل نوع من انواع كرشة النفس كده او كتم النفس للاعب في لحظات، لكن على طول بينزل ويعمل تنظيم سليم للنفس على طول، مفيش ما بتاخدش ثواني، لكن ساعتها بتبقى مؤلمة جدا. ادي بتيجي خبطة الضلوع دي بتبقى فيها كدمة في لحظتها، بيحس اللاعب انه مش قادر يتنفس وبقى فيه الم شديد جدا، لكن على طول تاخد حوالي يمكن 10 15 ثانيه وبتكمل، بيكمل اللاعب الحمد لله ما فيش مشكله. عبد الرحمن موحي توصل الكره لنادي غزل المحل، عرضيه حلوه هوبا يا ولد يا اوسه، يا ولد يا ولد يا ولد يا اوسه. محمد عبد المنصف شوف الرشاقه، شوف الانطلاقه، قفل كل زوايا المرمى، كره عدت بجوار ايد عبد المنصف وعدت الكوره بجوار القائم الايسر. شوف اللعبه، عبد المنصف كان معاها موصلها لبر الامان والسلامه، ايد عبد المنصف معديه القائم، لكن عملها محمود بزيد بشكل اكتر من رائع. عبد المنصف بيعمل واحده طويله اطول من اللازم، تطول وتطلع خارج الملعب، رمي التماس، رمي التماس لغزل المحله من ناحيه اليمين عبد الرحمن محي، عبد الرحمن هيلعب لمين؟ بيدور عبد الواحد بيقرب له، بياخد معاه الراجل ويفضي عمرو رمضان، وده كلام مظبوط، هيفضي معتز محروس وده كلام مظبوط. معتز محروس بيخش من ناحيه الشمال يلعبها لحسام عرفات، حسام عرفات هيستريح جدا لما ينزل معتز محروس، هيشعر بحريه حركه. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. ادي تعدي من حسن مصطفى لسعد ماندو، يسند على
حسام عرفات اللي بقول لحضراتكم اخطر كتير هو تحت راسلين حربة، على طول توصل مرة تانية لنادي غزل المحلة. عبد الواحد، عبد الواحد بيعمل بينية، يا سلام عالمية، وادي العرضية داخل منطقة الجزاء ويطلع بريد.